دعنا نخوض في عالم الخداع البصري. سيكون أمامك 7 ثوان لإيجاد كل الأشياء المخفية. تذكر ما ستراه أولا، ثم سأخبرك بما يعنيه كل واحد منها. ماذا ترى في الصورة الأولى؟ إن رأيت أولاً شفاهاً كبيرة، فأنت شخص واضح ولا تشكك في الناس أبداً. أما إن كانت الأشجار كل ما تراه، فأنت إنسان طموح وتتقدم على من سواك دائماً بخطوة. ماذا عن اختبار للقراءة؟ هل هناك كلمة واحدة فقط أم أكثر؟ تتحدث هذه الصورة عن نفسها. يرى المتفائل الشيء الإيجابي أولاً، وربما لن يرى أي شيء آخر. وإن رأيت الشر أولاً، فلعلك تواجه صعوبة في الوثوق في الناس في البداية على الأقل. وماذا عن هذه؟ تذكر، أحياناً ترى ما تريد رؤيته. انتهى الوقت. إذا رأيت القفل أولاً، فأنت محب لاستكشاف المجهول وتجاوز حدودك الخاصة. وإذا رأيت أولاً شخصاً يبكي، فأنت بحاجة لوقت للاسترخاء وتصفية ذهنك، فربما لا تولي اهتماماً كافياً لمشاعرك. من الواضح أن في الصورة رسالة مخفية، هل يمكنك تحديدها؟ إن كان أول ما رأيته بعض الأعمدة القديمة، فقد يكون من الصعب عليك الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك وتواجه صعوبات في مواجهة آراء الآخرين. وإن رأيت الناس أولاً، فأنت واثق من نفسك وتعرف بالضبط ما تريد وكيف تحصل عليه، كما أنك كثيراً ما تقدم المساعدة للآخرين. 7 ثوان لهذه الصورة تبدأ الآن. هل يبدو بالنسبة لك بابا مفتوح؟ أجل؟ إذن أنت مستعد لإجراء تغييرات كبيرة في حياتك. تقبل هذه التغييرات. تجربة الأشياء الجديدة في الحياة مثيرة فعلا. أما إن رأيت نوتة موسيقية، فأنت تشعر بوجود شيء هام لديك ترغب بمشاركته مع العالم. لا تفوت أبدا أي فرصة تعبر فيها عن نفسك. ما الذي تراه في هذا المنظر البحري؟ إن كنت ترى سفناً، فمن الواضح أنك من عشاق السفر واستكشاف الأماكن الجديدة. أما إن رأيت جسراً، فأنت شخص يقدر قيمة الاستقرار والتنظيم. معك 7 ثوان لهذه الصورة تبدأ الآن. هل ترى هنا وجهاً؟ إن كان كذلك، فأنت تهتم كثيراً بالآخرين، وبالنسبة لك جميع الناس متميزون وممتعون. وإن رأيت سمكة، فأنت سعيد بحياتك وتؤمن بالحظ السعيد. وإليك صورة أخرى. إذا رأيت عازف ساكسفون أولا، فأنت تمثل روح أي حفل تذهب إليه. لكن حتى أنت يا صاحب الحفلات تستحق الراحة أحيانا، فلا تنسى مشاركة الأضواء مع غيرك من حين لآخر. أما إن رأيت وجهاً ضخماً، فأنت تفضل الوحدة وقراءة كتاب طويل وممتع. لكن لا ضرر من الخروج أحياناً، فربما تكتشف بنفسك أشياء جديدة. ماذا عن هذه؟ لديك 7 ثوان لتجد الأشياء المخفية. إن كنت ممن رأوا الأشجار أولاً، فأنت تعتمد على حدسك كثيراً، وحدسك لنقل إنه لا يخذلك نهائياً. وإذا رأيت النمر أولاً، فأنت تعتمد في الغالب على المنطق والتخطيط الدقيق، بل تبرع في ذلك. إنها ليلة هادئة مليئة بالنجوم، ما الذي يميزها؟ إذا رأيت فتاة مغمضة العينين، فأنت عادة تهتم بالآخرين أكثر مما تهتم بنفسك. وإذا رأيت رجلا وشجرة على تل، فأنت شخص حالم وتؤمن دائما أن الأفضل لم يأتي بعد. هل يمكنك أن تعرف ما إذا كانت هذه مجرد رسمة لوجه شخص أم هي شيء آخر؟
إذا رأيت بأنها مجرد رسمة لوجه فأنت شخص مجتهد ولن تتوقف حتى تحصل على النتائج التي تريدها. وإن رأيت أيضا حيوانا كأنه على رأس الرجل لسبب ما فأنت أكثر من مبدع، لكن قد يحدث وتشتت انتباه نفسك بالتفاصيل البسيطة أحيانا. ليلة مرصعة بالنجوم، ما السر الذي تخفيه؟ إذا كان كل ما تراه هنا الحوت فأنت ترى المضمون الحقيقي للأشياء وسعيد جدا بحياتك. وإذا رأيت أيضا راكب الأمواج الصغير على الحوت فأنت لا تبحث عن الطريق السهل في الحياة وتتحقق دائما من كل شيء. لديك 7 ثواني لهذه، بدأ الوقت الآن. هل ترى كلبا لطيفا؟ أنت حتما من عشاق الكلاب، فأنت تحب الكلاب لإخلاصها وتذكرك بألا تأخذ الحياة على محمل الجد. هل ترى قطتين وقلبا؟ كم أنت رومانسي حقا ومحب للقطط بالطبع. أستطيع أن أخبرك بأنه وجه شخص والباقي عليك. إذا رأيت فقط أميرة شابة في هذه الصورة فسيبقى قلبك شابا ومرحا دائما ومحبا للخروج. وإذا رأيت سيدة عجوز فأنت شخص واقعي ولطيف وتهتم بالآخرين. هذه الصورة غريبة بعض الشيء، هل يمكنك اكتشاف ما بها؟ إذا رأيت طائرين فقط فأنت شخص صريح وتتجه نحو هدفك مباشرة. وإذا رأيت حصانا فهذا يعني أنك تحاول تجنب النزاع بأي وسيلة. إليك الصورة التالية، أخبرني بما تراه. هل رأيت وجه فتاة؟ إذن أنت تحب التواصل مع الآخرين وستكون بارعا في أي وظيفة تتطلب منك التعامل مع الناس. هل رأيت الطيور والشجرة أولا؟ ستكون مرتاحا أكثر في وظيفة في مجال الفن أو التعبير عن الذات. ماذا عن هذه الصورة؟ إذا كانت إجابتك الصريحة هي فتاة في باريس فأنت شخص واقعي ومن السهل التعامل معك، حتما عندك الكثير من الأصدقاء. وإذا رأيت أيضا وجه فتاة هنا فأنت بارع في رؤية الصورة الشاملة والمعنى العام للأشياء، وهذا ما يجعلك سريع التعلم. انظر بإمعان، هل يمكنك أن تحدد إن كان هذا الحصان قادما أم ذاهبا؟ إذا كنت متأكدا من قدومه نحوك فهذا يعني أنك متشوق للأشياء الرائعة القادمة إلى حياتك. وإن كنت تراه ذاهبا فربما يراودك شعور بالحنين إلى الماضي. هذه سهلة، مهمتك هنا العثور على عنصر واحد لا يتطابق مع البقية. ممتاز، ظهرت هذه الطائرة في المكان الخاطئ، وقت الإفطار. هل يمكنك تحديد الخطأ في هذا المطبخ؟ لن يكون من السهل معرفة كمية المياه الموجودة في هذا الإبريق الكهربائي، فقد تبدل مكان كتابة مؤشرات الملء. من الواضح أن أحد الثيران مختلف عن البقية. أمامك 7 ثواني لإيجاده. عظيم، يبدو أن الاختلاف في العينين فقط، لا بأس إن لم تعرف حلها هذه المرة. معك الكثير من البرجر وشرائح اللحم الجاهزة للطهي وشواية واحدة فقط لتحقيق ذلك، جده الآن في 7 ثوان. ها هو يوم حافل آخر، باستثناء شيء خاطئ وبوضوح، هل يمكنك تحديده؟ لا
لا يمكن أن تكون الفتاة ذات الفستان الأحمر جافة دون مظلات في يوم ممطر كهذا. هل يمكنك العثور على الخروف المختلف في هذه العائلة؟ أين هو؟ أحسنت، ها هو. ليس من السهل إعداد وجبة الإفطار عندما تكون حصانا. جد ثمانية اختلافات بين هاتين الصورتين. يتعلق الأمر كله بالتفاصيل. هل وجدتها جميعا؟ لدينا هنا بعض الديناصورات الخطيرة، ويبدو أن أحدها يتمتع بصوت أعلى من البقية. هل يمكنك معرفته؟ أحسنت، لقد فقد أحد أسنانه. هذا يوم الاستجمام على الشاطئ. ابحث عن دلو ومجرفة بين أكواخ الشاطئ. يمكنك بعدها بناء قلعة رملية. رائع! ستذهب هذه الدبابة الجميلة إلى حفلة فاخرة، لكن أحدهم يتجاهل قواعد الزي. ابحث عنه واجعله يرتدي ربطة عنق. ستضفي الدبابة البهجة على الحفل. يريد مايك مفاجأة والدته بهدية يدوية الصنع. ساعده في العثور على الأدوات العشر التي سيحتاجها لإسعادها. جميل، ستفرح أمه كثيرا. أشعر أن أحدهم سيشعر براحة أكبر لو كان في قطيع كلاب مختلف. هل يمكنك معرفة الكلب الغريب؟ أجل، كان ذلك صعبا. بقيت سميرة تؤجل تنظيف مكتبها لفترة طويلة. كارثة، هل يمكنك مساعدتها في العثور على 13 عنصرا تحتاج إليهم الآن لإنهاء واجباتها المدرسية؟ إنها ممتنة لك جدا، لكن عليها الآن أداء واجباتها المنزلية. تتغير الأمور بسرعة كبيرة في المدن. جد 10 اختلافات بين هاتين الصورتين اللتين التقطا بفارق 30 ثانية فقط. هل رأيت كل شيء؟ هل تنتبه للتفاصيل؟ هل للجانب المشرق دور في ذلك؟ تحب كاتي الحيوانات لدرجة أنها لا تستطيع التوقف عن تبنيها. هل يمكنك العثور على 12 حيوانا مخفيا في هذه الصورة العائلية؟ اثنا عشر، هذا كثير. يبقى ركوب الدراجة شائعا مهما حدث، لكن هناك بعض التفاصيل غير المتطابقة بين هاتين الصورتين. هل يمكنك العثور على ثمانية من بينها؟ يا ولد، وقت الطعام أعظم الأوقات. سأخبرك بما يمكنك أن تأكله إذا وجدت 5 اختلافات بين هاتين الصورتين. هل نجحت بذلك؟ إذن بالهناء والعافية. يحدث شيء غريب في هذا المطعم. تتغير الأشياء فيه بلمح البصر. غريب. جد الاختلافات العشر بين هاتين الصورتين. ممتاز. المضحك في الأمر أن المعظم لا ينتبهون لتغير لون قائمة الطعام. إذا انتبهت لها فأنت حتما محترف. ساعد هذا الكلب في ترتيب الفوضى العارمة قبل وصول أصحاب المنزل. يجب أن يكون لديك وقت كاف للعثور على 10 أشياء على الأقل. مذهل! صاحب المنزل سعيد! أراهن أنه يمكنك العثور على 10 أشياء مخفية في صورة سيدة القطط هذه.
لنرى إن كنت على حق. لقد نجح، أحسنت صنعا. يقول المثل لا تصدق حتى ترى، ولكن هل هذا صحيح بالفعل؟ للأوهام البصرية طريقة محيرة تخدع عقولنا، حيث يستخدم بها مزيج من الألوان أو الضوء أو أشكال معينة قد تجعلنا نرى أشياء غير موجودة. وسنذهب اليوم في جولة تجريبية لنرى آلية عمل هذه الأوهام. 1- إن نظرت إلى هذه الصورة جيداً فستلاحظ مربعاً متحركاً وكأن ألوانه تتغير. ما الألوان التي تراها؟ لون داكن ثم لون فاتح ثم داكن من جديد؟ أنت مخطئ، إنه بلون داكن ويبقى كذلك. لون هذا المربع لا يتغير إطلاقاً. ابتكر هذا الوهم البصري عالم النفس والفنان الياباني أكيوشي كيتاواكا، وأشار إلى أن عقل الإنسان يغير تخمينه حول لون المربع. اللون بالفعل وهم خلقته أدمغتنا، ويحدث ليتسنى تكون اللون داخل أنظمتنا البصرية. فما تراه عيوننا على أنه لون أزرق هو في الواقع طول موجي ينعكس على هذا اللون. يشير علماء الأعصاب إلى مشاركة حوالي 50% من أدمغتنا في عملية الرؤية. تنتشر الإشارات البصرية في أكثر من 30 منطقة في الدماغ، لكل منطقة منها وظيفة خاصة لمعالجة اللون والحركة والعمق والشكل. ثم تجمع كل هذه المعلومات ونتمكن من تمييز الشكل واللون. الطريف في الأمر أن علماء الأعصاب ما زالوا يجهلون تفاصيل حدوث هذا كله، ولا نعلم ذلك نحن أيضا، لكننا نحاول. لنلقي نظرة على هذا السلم، يبدو بسيطا جدا، أليس كذلك؟ حسنا، لنقوم الآن بقلب الصورة. ما زال يبدو سلما، لكن بدلا من الصعود من اليمين إلى اليسار يبدو أنه متجه من اليسار إلى اليمين. لكن لا ترمش، إذا رمشت سيختفي الوهم وستعود للصورة الأصلية. واو، أعتقد أن عقلي قد أرهق بالفعل. يعرف هذا الوهم باسم سلالم شرودر، وقد ابتكره العالم الألماني هاينريش فريدريش عام 1858. هذا الوهم البصري بسيط جدا، لكنه يكشف عن آلية أساسية للطريقة التي تعمل بها عقولنا. لنفهم السبب معا. إذا قمت بتفكيك الدرج ستلاحظ أن الصورة مسطحة، وأن ما يدركه دماغنا كصورة ثلاثية الأبعاد ليس إلا مزيجا من الظل والضوء، أي أن الشكل الثلاثي الأبعاد نفسه هو خدعة بصرية. يحدث هذا لأن دماغنا يلتقط الصور ويحاول موائمتها مع ما يعرفه بالفعل، لذا يرى ظلاً في صورة ثنائية الأبعاد ويدرك العمق. باختصار، إنه يخلق منظوراً غير واقعي للجسم الموجود أمام أعيننا، ونسمي هذه الحالة المنظور ثلاثي الأبعاد. في عام 2020 طور عالم الرياضيات الياباني كوكيتشي سوجيهارا هذا الوهم البصري، ولننظر إلى ما فعله. يبدو هذا السلم في البداية سلما عاديا، لكن لنضع الآن شيئا في أعلى السلم ونقلبه بزاوية 180 درجة. لا أصدق ما أراه، أصبح الجسم الذي كان في أعلى السلم الآن في الأسفل. لا عجب أن يفوز هذا الوهم البصري بجائزة أفضل وهم بصري لعام 2020. يقول سوجيهارا أن هذا الوهم البصري يجعلنا حرفيا نشاهد الطريقة التي يخدعنا بها دماغنا في إدراك الأشياء غير الواقعية. في جوهر الوهم البصري خدعة بسيطة، وهي أن السلم ليس في الحقيقة سلما، إنه شكل مسطح ثنائي الأبعاد استخدمت فيه الزوايا والتظليل بذكاء لخداع أدمغتنا. طبعت الصورة ثنائية الأبعاد ولصقت في بنية ثلاثية الأبعاد، لكن في الواقع لا يملك السلم عمقا حقيقيا بل مجرد وهم. فهمت. 3- انظر إلى هذه الصورة للحظات وقل لي كم قضيبا ترى. حير هذا الوهم البصري مستخدمي شبكة الإنترنت، حيث قام البعض بعد 11 قضيبا، بينما عد معظم الناس من 7 إلى 8 قضبان. أما مصمم الصورة فيقول أنه ليس هناك سوى 6 قضبان كاملة. جرب أن تعدها من الأعلى إلى الأسفل وستجد أن القضبان العلوية حقيقية، لكن بمجرد أن تصل إلى القضيب السادس ستشعر بالحيرة والارتباك. هذا لأن القضيبين الأخيرين غير مكتملين، وبالتالي يظهران وكأنهما مضاعفين عند محاولة عدهما، مما يجعلك في حيرة من أمرك. فلو استعنت بمؤشر الفأرة لتحديد أسفل القضيبين 7 و 8 لرأيت أنهما غير مكتملين، لقد وضعا هناك فقط لتضليلك. 4- هل يمكنك تحديد ما إذا كانت الخطوط الزرقاء الداكنة موازية لبعضها البعض أم أنها مائلة؟ تبدو ملتوية بكل تأكيد، لكنها في الواقع ليست كذلك. ظهر هذا الوهم البصري التقليدي لأول مرة قبل أكثر من 100 عام،
لكنه لم يحصل على اسمه الحالي حتى عام 1970، حيث أطلق عليه اسم وهم حائط المقهى عندما لاحظ رجل يدعى ستيف سيمسون تأثيرا مشابها على جدار مقهى في بريستول. والآن لنرى معا آلية عمله. لنقم أولا بتشويش الصورة قليلا وأكثر بقليل. جيد، يمكنك الآن رؤية الخطوط الزرقاء الداكنة موازية لبعضها البعض. إن نظرت إلى الصورة جيدا ستجد أن المكعبات الصغيرة التي باللونين الأبيض والأسود عند تقاطع الخطوط العريضة هي المسبب لهذا الوهم. إضافة إلى ذلك، تساعد الأشكال المنحنية الموجودة داخل الخطوط الزرقاء على جعل الخدعة البصرية أكثر قوة. سنفهم السبب بعد قليل. 5. إليك الوهم التالي. انظر إلى هذا المربع الأسود المتقاطع مع خطوط بيضاء عمودية. إن نظرت إلى الشكل بتمعن ستلاحظ أن النقاط البيضاء الموجودة عند تقاطع الشبكة قد تحول لونها من الأبيض إلى الرمادي والعكس. وعند التركيز على نقطة معينة ستلاحظ أنها بيضاء، لكن بمجرد أن تفقد القدرة على التركيز عليها ستتحول النقطة إلى اللون الرمادي. يطلق على هذا الوهم البصري خداع شبكة هيرمان. إنه مذهل، أليس كذلك؟ يمكننا نقل هذا الوهم البصري إلى مستوى أعلى بوضع نقاط بيضاء عند تقاطع الخطوط الرمادية، حيث وضعت جميعا فوق خلفية سوداء. إن نظرت إلى هذه الصورة لفترة كافية ستلاحظ ظهور نقاط سوداء عند تقاطعات الشبكة، مما يخلق تأثير الوميض. هناك اسم آخر لهذا الوهم البصري وهو وهم تباين الضوء المتزامن، حيث ترى في لحظة ما نقاطا بيضاء ثم تتحول فجأة إلى اللون الأسود. لكن لماذا تخذلنا حواسنا برؤية الرمادي أو الأسود بدلا من الأبيض؟ يوضح هذا الوهم أحد أهم مبادئ الإدراك البشري. نحن لا نرى دائما الأشياء على حقيقتها. تعمل خلايا شبكية العين كمستقبلات للضوء، وعندما يضيء مستقبل واحد فقط فإنه يرى ضوءا أكثر مما يحدث عندما يضيء زملاؤه أيضا، إذ يمنع هذا إطلاق المستقبلات القريبة. في وهم شبكة هيرمان ترتب الخطوط البيضاء بطريقة تجعل الضوء حول نقاط التقاطع أكثر من الضوء على طول الخطوط نفسها، وبالتالي تكون النقاط الموجودة في التقاطعات أكثر تثبيطا وتجعلك ترى نقاطا داكنة. 7. يطلق على الوهم التالي مطارد باكمان. سترى لماذا؟ حدق في الصليب الذي في الوسط لمدة 5 ثوان. يبدو أن الصورة متحركة، أليس كذلك؟ وقد ترى أيضا قرصا أخضر يظهر من حين لآخر بين الدوائر الأرجوانية. حسنا، تتيح لنا هذه الصورة مشاهدة وهمين في آن واحد. فعلى الرغم من أن الصورة تبدو في حركة مستمرة، لكن في الواقع لا شيء يتحرك. تعرف هذه الظاهرة باسم ظاهرة فاي، وتحدث عندما توضع الأشياء الثابتة جنبا إلى جنب وتضيء بسرعة واحدة تلو الأخرى، مما يخلق وهما بالحركة. والآن انظر إلى مركز الصورة من جديد. هل يمكنك رؤية القرص الأخضر؟ يسمى هذا الوهم الثاني بالصورة اللاحقة، ويحدث هذا عندما يحاول عقلك استبدال عنصر بشيء آخر حيث يختفي العنصر الأصلي. لكن قد تسأل نفسك، لماذا أراه بلون أخضر؟ لأن اللون الأخضر هو اللون المكمل للأرجواني، فلو أردنا تغيير لون القرص إلى اللون الأزرق سيتغير لون الفجوة إلى اللون الأصفر، وهو اللون المكمل للأزرق. هذا جميل، أليس كذلك؟ مرحبا جميعا، هل أنتم مستعدون لمجموعة من الأوهام البصرية المذهلة؟ أو هل تريدون التحقق من مدى سهولة خداع عقولكم؟ إذن شاهدوا هذا الفيديو الذي يضم 11 وهما بصريا وأخبرونا بالوهم الذي أعجبكم أكثر. إذن إليك الوهم الأول. انظر إلى هذه الصورة جيدا، ماذا ترى؟ معظم من ينظرون إلى هذه الصورة يوقنون أنهم ينظرون إلى كرة ثلاثية الأبعاد على خلفية منقوشة أحادية اللون، أو ربما تشعر أن الكرة معلقة في الهواء أمام سطح مستو. في الواقع هذه صورة ثنائية الأبعاد. يحدث الوهم بسبب الطريقة التي وضعت بها العناصر فوق النمط. هذه صورة أخرى ثلاثية الأبعاد، وهي في الواقع مسطحة كليا. لا أعرف ماذا تبدو بالنسبة لك، لكني أراها ككثبان رملية ملونة بنمط خطوط الحمر الوحشية. لكن هذا غير صحيح، يحدث هذا التأثير بفضل اختلاف سمك الخطوط وموضعها. والآن انظر إلى هذه الصورة،
لا تبعد عينيك عنها ولو للحظة. هل ترى؟ تتحرك هذه الدوائر. إنه وهم بصري شائع. الرائع في هذه الصورة أن الدوائر تتوقف عن الحركة إن نظرت إلى جزء واحد فقط من الصورة. جرب، وإن نظرت إليها كلها ستعود للدوران من جديد. هل هذا سحر؟ قد تبدو هذه الدوائر بسيطة وعادية للوهلة الأولى، لكن جرب تحريك رأسك للخلف وللأمام مع إبقاء تركيزك على النقطة الموجودة في وسط الصورة. هل ترى أن الدوائر المكونة من أشكال معين قد بدأت في الدوران؟ عند إمالة رأسك نحو الشاشة فإنها تتحرك في اتجاه واحد، وعندما تبتعد عن الصورة تتحرك في الاتجاه المعاكس. أليس هذا رائعا؟ ما رأيك بشيء محير أكثر؟ انظر إلى هذه الصورة، يتحرك الحاجز الشبكي عموديا، أليس كذلك؟ غير صحيح، إنه يتحرك قطريا. يحدث هذا الوهم عند دوران عمود مخطط قطريا أفقيا حول محوره الرأسي. سيبدو للناظر كأن الخطوط تتحرك للأسفل وليس حول العمود. لماذا؟ لأنك ترى العمود من خلال نافذة عمودية توفر لك القليل من المعلومات حول ما يحدث له فعلا. انظر إلى هذه الصورة الجميلة، ألا يجعلك هذا الوهم الحركي تشعر بأن الصورة تتدفق وتتلألأ وتتحرك في نفس الوقت؟ لكن الصورة في الواقع ليست إلا مجموعة من الخطوط من نفس اللون قادمة من المركز المشترك. الوهم التالي الذي ستراه جميل فعلا، كلما طال النظر إلى الصورة كلما بدت أقل ثباتا. تبدو الصورة تدور لكنها في الواقع لا تتحرك ولا حتى قليلا. يحدث هذا الوهم نتيجة تفاعل عينيك مع تغيرات حجم الدوائر وتباين الألوان المتفاعلة. واو، أليست هذه الصورة زاهية وجميلة؟ لكن لا تحدق فيها طويلا، فقد تسبب لك الصداع أو الألم في عينيك. على أي حال، والآن بعد أن حذرتك، ألا يبدو لك أن هذه الحلقات تدور في اتجاهين متعاكسين؟ أعلم أن هذا التأثير قوي للغاية، لكنه ليس صورة GIF متحركة، إنها صورة ثابتة تماما، لكن التصميم والألوان تجعل الحلقات كأنها تتحرك. هاي، انظر إلى هذه الصورة الأرجوانية ثلاثية الأبعاد، أليست رائعة؟ المشكلة الوحيدة هي، أراهن أنك حذرت، أنها ليست صورة ثلاثية الأبعاد. إنه التصميم الزاهي الغريب الذي يخلق هذا الوهم. وإليك وهما آخر ثلاثي الأبعاد، تبدو رقعة شطرنج هذه المرة وكأنها منتفخة. انظر إليها بتمعن، المربعات مستقيمة تماما، خطوطها الفاصلة متوازية وعمودية، لكن عقلك يصر، هذه صورة منتفخة. يرتبط تفسير هذه الصورة بالنقاط، في الواقع هي لا تلمس حدود المربعات، هناك هامش ضيق، لكن عقلك يفسر هذه الهوامش على أنها خطوط، مما يشوش إدراكك، وبدلا من رؤيتها بزوايا قائمة، يبدو بعضها حادا والبعض الآخر منفرجا. جميع الحواف في هذه الصورة إما رأسية أو أفقية أو بزاوية 45 درجة، لكن هل يبدو الأمر هكذا بالنسبة لك؟ أراهن أن إجابتك هي لا. وإليك شيئاً آخر يمكنك فعله بهذه الصورة لجعلها أكثر روعة، قم بإيقاف الفيديو مؤقتاً لتكون صورة ثابتة، وحرك شريط التمرير للأعلى والأسفل، سيظهر أن للوهم أيضاً بعض عناصر الحركة، هذا رائع. والآن، ما رأيك بمحاولة اكتشاف السبب الذي يجعل الوهم البصري يخدع عقولنا؟
أعني أنت تعرف 100% أن ما تقوله عيناك لعقلك خطأ، لكن لا يمكنك أن تجعل نفسك تتوقف عن رؤيته. يوقن العلماء من قيام الدماغ أحيانا دون وعي بتغيير إدراكنا للعالم من حولنا لتلبية توقعاتنا، فتجده يملأ الفجوات باستخدام تجاربك السابقة. بمعنى آخر، ليست عيناك من تخدعك، إنها الطريقة التي يفسر بها دماغك الصورة التي ترسلها العين. قال أحد الخبراء: الوهم البصري هو عدم تطابق بين الانطباع المرئي والخصائص الفعلية للكائن. عموما الوهم المفضل لدي هو ذاك الذي يحتوي على دوائر زاهية دوارة. وماذا عنك؟ شاركنا رأيك في التعليقات. كم لونا ترى هنا؟ إن كانت إجابتك 3 فأنت لست مخطئا. هل تظنهم 17 لونا؟ ربما. رغم انتشار هذه الصورة مؤخرا، جرى تفسير هذا اللغز قبل أكثر من قرن ونصف على يد عالم الرياضيات والفيزياء إرنست ماخ، الذي لاحظ أنه يمكن التمييز بسهولة بين الألوان المتشابهة ذات الدرجات اللونية المختلفة قليلا عندما تكون قريبة من بعضها، بينما يلحظ الفرق بينها بالكاد عند فصلها عن بعضها. ظن البروفيسور أن الأمر كله متعلق بتركيبة مقلة العين والأنسجة المكونة للشبكية، وسمي تأثير النطاقات لاحقا بنطاقات ماخ تكريما له. بعد عدة أعوام عندما أتيحت تقنيات أكثر تطورا، وجد العلماء أن ماخ كان محقا. تشبه شبكية العين شاشة السينما، فهي تلتقط الضوء الذي يسقط عليها من خلال الحدقة. توجد المستقبلات في جميع أنحاء تلك الشاشة، يكون بعضها أكثر نشاطا تحت الضوء الساطع ويرسل عددا كبيرا من الإشارات إلى المخ. عندما ترسل خليتان إشارات متشابهة فقد تعتقد أنه لون واحد. تحاول الأعصاب حل هذه المشكلة فترسل إشارات أقوى لجعل الفرق أكثر وضوحا عند حدود الدرجات اللونية المختلفة، ثم يلاحظ دماغك حدودا واضحة، وهذا ما يفسر سبب رؤيتك للاختلاف بين الدرجات اللونية المتشابهة عندما تكون بجوار بعضها البعض، وقد تبدو المنطقة الانتقالية بين الألوان كلون منفصل. لا يستطيع بعض الأشخاص تحديد الفرق بين الألوان المتباينة في الصورة بسبب تكوين أدمغتهم. تعد قدرات عرض اللون والسطوع والتباين في شاشة الحاسوب أو الهاتف الذكي سببا آخر، وهناك أيضا مستوى الإضاءة في منزلك أو مكتبك. علاوة على ذلك، فأنت كأي شخص آخر لا تتمتع عيناك بالخصائص البصرية التي تضيء الشاشة، كذلك فإن لديك مستوى مميز من كثافة الصبغة يؤثر على كيفية امتصاص عينيك للضوء. وقد يكون لديك أكثر من الأنواع الثلاثة من الخلايا المخروطية العادية، فترى ألوانا أكثر من غيرك. يتأثر البعض بظاهرة نطاقات ماخ أكثر من غيرهم، لهذا لا توجد إجابة صحيحة لعدد الألوان في الصورة. يمكن للشك أحيانا أن يجعل عدة أشخاص يرون شيئا واحدا بشكل مختلف. هل تتذكرون الضجة التي أحدثها الفستان الذي كان أبيضا وذهبيا وأزرقا وأسودا وأزرقا وأبيضا وأزرقا وأزرقا في آن واحد؟ التقطت هذه الصورة بواسطة هاتف محمول في إضاءة غريبة حقا وساطعة. لا يمكننا تحديد ما إذا كانت الصورة قد التقطت في مكان مغلق أم مفتوح، وبالتالي فلن نعرف إن كان الضوء صناعيا أم طبيعيا. ومن غير الواضح أيضا ما إذا كان الضوء مسلطا على الفستان أم من الأمام أم من الخلف، فإذا كانت الإضاءة من الخلف فلا بد أن له ظلا، وكانت أجزاء من الفستان نفسه في الظل، وكان هذا الظل منعكسا على الفستان مما زاد الأمر تعقيدا. هل تشعر بالحيرة؟ وأنا أيضا. عند عدم توفر المعلومات الكافية للمخ فإنه يملأ الثغرات بافتراضاته الخاصة، والتي تعتمد غالبا على شيء سبق لك معرفته أو مشاهدته. لهذا السبب قد يكون تخمين دماغك للإضاءة مختلفا تماما عن تخمين شخص آخر. اعتقد الأشخاص الذين ظنوا بوجود الظل أن الفستان كان باللونين الأبيض والذهبي، وينطبق الأمر ذاته على أولئك الذين ظنوا أن الفستان كان معرضا للضوء الطبيعي. تزيد الظلال والسماء الزرقاء من تمثيل الضوء الأزرق وتجعل الأشياء تبدو صفراء. أكد بائع الفستان أنه كان باللونين الأسود والأزرق، وأنه قد بيع في أول نصف ساعة من يوم العمل التالي بعد انتشار صورته، وبعد بضعة أعوام أثير نقاش جديد حول لون أحد الأحذية للأسباب نفسها. هل هو أخضر مزرق ورمادي؟ أو ربما باللونين الوردي والأبيض؟ لا يمكنك التأكد هنا من جودة الكاميرا والوميض والإضاءة الغريبة.
يمكنك أن تلاحظ عند تكبير الصورة أن اليد زرقاء بشكل غير طبيعي. سيختلف لون الحذاء بالنسبة لك بناء على مدى حساسية عينيك للضوء والطريقة التي يملأ بها مخك ثغرات المعلومات البصرية، لكن في الواقع تبين أن الحذاء باللونين الوردي والأبيض. هل تبدو هذه الفراولة حمراء بالنسبة لك؟ في الواقع إنها رمادية وخضراء. أزيل اللون الأحمر تماما من الصورة، لكن لا يزال دماغك يجعلك تراه بسبب ما يعرف بالثبات اللوني. قد يتجاهل المخ أحيانا المعلومات التي يتلقاها من لون الضوء. إنه يعرف كيف تكون الفراولة ويعرف أيضا أنه من المفترض أن تكون حمراء، لهذا يدفعك لرؤيتها على هذا النحو. عندما نشر أحد رواد الفضاء صورة لبعض الكثبان الرملية، اعتقد مستخدم الإنترنت أنها حفر وليست تلالا، وعندما قلبوا الصورة فقط تمكنوا من رؤية الكثبان الرملية التي اتخذت نمطا غريبا. تبين أن دماغك افترض أن موقع الشمس كان في توقيت الساعة الواحدة ظهرا، أي أنه من المفترض أن تلقي بظلها من أعلى اليمين، لكنها في الواقع كانت تلقي بظلها من أعلى اليسار، لهذا أدى النظر إلى الصورة بشكل مقلوب إلى جعلها مألوفة أكثر بالنسبة لمخك. كم عدد النقاط السوداء التي تراها في هذه الصورة؟ توجد 12 نقطة، لكن لا يستطيع معظم الأشخاص رؤيتها جميعا معا. جميع النقاط مرئية بوضوح، لكن لا يمكنك رؤية كل واحدة منها إلا عند النظر إليها مباشرة. رؤيتك المحيطية ليست مثالية، إذ يحتاج دماغك إلى ملء الفراغات، لهذا فإن اللون الأبيض الموجود بين الخطوط الرمادية يوحي للمخ بأن النقاط أفتح لونا مما هي عليه في الواقع، لذا يقرر عقلك التظاهر بوجود اللون الرمادي فقط وعدم وجود أي نقاط. رغم أن أحدهما يبدو ضعف حجم الآخر، إلا أن هذين الشخصين بالحجم ذاته، لكنهما وضعا في ما يطلق عليها غرفة إيم، التي ابتكرها طبيب أمريكي في أربعينيات القرن الماضي. سيتعين عليك النظر من خلال ثقب في غرفة تبدو كأنها بشكل مربع، بينما هي في الواقع على هيئة شبه منحرف. كذلك فإن الجدران وسقف الغرفة مائلين، مما يجعل عينيك تريان شخصا فوق الآخر حتى أثناء الحركة. إذا كان لديك مسار للعبة القطار، فيمكنك معرفة آلية حدوث الخدعة البصرية التالية. خذ قطعتين بالحجم ذاته وضعهما بجوار بعضهما البعض، ستبدو إحداهما أكبر من الأخرى، هذا لأن المخ يقارن بين جانبي القطعتين المتجاورتين. إنه يقارن الجانب الأيمن من القطعة الموجودة يسارا بالجانب الأيسر من القطعة الموجودة يمينا. عندما تقارن المربعين A و B في خدعة رقعة الشطرنج، ستجد أن المربع A أغمق بكثير من المربع B. يتوقع المخ أن تلقي الأسطوانة بظلها على رقعة الشطرنج، فيعوض عن الألوان المتناوبة التي من المتوقع أن يجدها. إن كنت تعجز عن تصديق أن المربعين باللون نفسه، يمكنك مقارنتهما بمحدد اللون في أي برنامج لتحرير الصور. في خدعة إيبينغ هاوس، تكون الدائرتان الموجودتان في منتصف المجموعتين الدائريتين بالحجم نفسه. إذا تبين أن الطريقة التي تدرك بها حجم الأشياء تتأثر أساساً بالأشياء المحيطة بها، تبدو الدائرة المحاطة بدوائر كبيرة على أنها أصغر حجماً، بينما تبدو الدائرة الموجودة وسط دوائر صغيرة عملاقة. توجد 12 نقطة هنا، جميعها أرجوانية اللون، ومهمتك هي التحديق في نمط الصليب في منتصف حلقة النقاط. عند اختفاء نقطة أرجوانية للحظة، تحل محلها نقطة خضراء. كذلك فإنها تمسح تدريجياً النقاط الأرجوانية الأخرى أثناء تحركها حول الدائرة. يرجع هذا إلى تأثير الصورة التلوية، إذ تتكيف النبابيت أو العصي في الخلايا المخروطية مع الاختفاء المستمر للنقاط الأرجوانية، وتستبدلها بلون من الطرف المقابل من ألوان الطيف، وهو اللون الأخضر. رؤية الحركة في صورة ساكنة من أكثر أنواع الخدع البصرية شيوعاً، ولعمل ذلك عليك تكوين شكل من الألوان عالية التباين، إذ تنشط الإشارات العصبية كلها في آن واحد، وهكذا يظهر التأثير الوهمي بالحركة. ورد ذكر وهم حائط المقهى لأول مرة في أواخر القرن التاسع عشر. كان تصميم بلاط حائط المقهى مكوناً من خطوط مستقيمة متوازية وبينها جص، فبدت الخطوط السوداء والبيضاء مائلة بشكل قطري. يرجع هذا إلى تفاعل أنواع مختلفة من الخلايا العصبية في الدماغ مع الألوان الداكنة والفاتحة، ما جعل بعض الأجزاء من خطوط الجس أفتح لونا من غيرها، فإنما وجد التباين ظهر التناظر.
حسناً، كم عدد درجات الرمادي في هذا الشريط؟ الإجابة الصحيحة هي 11. كلا، أنا أمزح معك، الشريط في منتصف الصورة مكون من لون واحد فقط. الخلفية هي السبب في رؤيتك لدرجات من اللون الرمادي. يمكنك التأكد من ذلك بتغطية ما فوق وتحت الشريط. هل يمكنك تحديد السطح الأغمق ألف أم باء؟ يبدو السطح ألف أغمق بشكل واضح، لكنه ما في الواقع بنفس اللون. يمكنك تغطية منتصف الرسمة بيدك للتحقق من ذلك. لا يزال العلماء عاجزين عن تفسير سبب هذا الوهم، لكن إحدى النظريات تقترح أن السبب يعود إلى طريقة تفسير الدماغ للإشارات القادمة من المستقبلات الضوئية في العينين. تقلل الخلايا الأنشط نشاط الخلايا المجاورة لها، ونتيجة لذلك يظهر تباين غير موجود في الواقع. والآن حدد المربع الأغمق في هذه الصورة. إجابتك خاطئة بغض النظر عن المربع الذي اخترته. كل المربعات بنفس اللون، لكنها على خلفيات مختلفة. لنواصل، هل تختار قطع الشطرنج البيضاء أم السوداء؟ لك حرية الاختيار. في الواقع لا يمكنك اختيار الأبيض ولا الأسود هنا، لأن كل القطع بنفس اللون. الخلفية وطريقة رؤيتك للضوء تفسران هذا الوهم. كم عدد الألوان التي تراها هنا؟ أنا أرى 4 ألوان واضحة. في الواقع هناك لونان فقط، الأحمر والأخضر. درجة واحدة لكل منهما. أنت تتوهم وجود ألوان متعددة لأن بعض المربعات محاطة باللون الأبيض والبعض الآخر بمربعات بيضاء. بالمناسبة، لا يعد الأبيض لونا من الناحية العلمية لأنه يجمع كل الألوان، ولهذا السبب لا يحسب لونا منفصلا. استعد للغز التالي. أي جانب أغمق؟ كلا، ليس الجانب الأيمن. هذه درجة واحدة من اللون الأحمر تبدو أغمق على اليمين بسبب الخلفية السوداء. يا للهول، تميل هذه الطاولة إلى اليمين وهي على وشك الانقلاب. هل هذا صحيح حقا؟ لا تقلق، الطاولة ثابتة، تخلق الخطوط المائلة هذا التأثير. المستطيلان متوازيان، ويمكنك التأكد من ذلك باستخدام مسطرة. كم عدد الأخطاء التي تراها في هذا المربع؟ الإجابة الصحيحة 0. المربع الذي صممه والتر إيهرنشتاين مثالي، يبدو منحنيا لأنه موضوع بداخل نمط دوائر متحدة المركز. هل تفضل الطاولة المستطيلة أم المربعة؟ في الواقع لا يوجد اختلاف بينهما، فهما بنفس الشكل والحجم. هذا وهم بونزو الكلاسيكي. أي الخطين أطول؟ الخط في الأمام. أنا أمزح معك، إنهما بنفس الطول. يفسر دماغك الصورة من المنظور الثلاثي، لكنهما مجرد صورة عادية ثنائية الأبعاد. ما رأيك بركوب لعبة ملاهي؟ هل تعتقد أن العجلة الدوارة تتحرك في اتجاه عقارب الساعة أم عكسه؟ أنا آسف، اللعبة مغلقة اليوم. أي حركة تراها هنا هي مجرد وهم؟ إليك هذا اللغز السهل، حاول أن تقول ألوان هذه الكلمات بسرعة. يستغرق التركيز على الألوان دون قراءتها وقتا طويلا،
وذلك لأن نصف دماغك الأيمن يحاول تسمية الألوان، والنصف الأيسر يساعدك في نطق الكلمات. يسمى هذا تأثير ستروب، ويستخدم كاختبار للوظائف التي تتطلب التركيز. هل يمكنك عد كل النقاط الرمادية في تقاطعات هذه الشبكة؟ الجواب الصحيح هو 0. هذا هو وهم شبكة هيرمان، ويدفع دماغك للاعتقاد بوجود نقاط رمادية في التقاطعات بسبب الأماكن الغامقة المحيطة بها. إن أمعنت النظر ستختفي كل النقاط. وهم كلاسيكي آخر، مكعب نيكر الذي ابتكر في القرن 19. هل تعتقد أن الجدار الأزرق في المكعب أم عليه؟ هل هو جدار خلفي أم جانبي؟ لا يوجد جواب صحيح، لذا واصل التخمين. هل هذه مجرد مجموعة أشكال هندسية أم أنها رسالة سرية؟ يوريكا، هذه هي الإجابة الصحيحة. هل تريد ركوب طائرة مروحية معي؟ اختر مروحية بخط أطول في الأعلى. هذا مستحيل، الخطان متساويان في الطول، والأشياء المحيطة بهما تدفعك للاعتقاد بعكس ذلك. حان وقت السحر، يمكنك تحويل هذه الصورة السالبة إلى صورة كاملة الألوان بقوة دماغك. حدق في النقاط في منتصف وجه الفتاة لحوالي 30 ثانية، والآن حول عينيك بسرعة إلى حرف X في منتصف الصورة البيضاء على يمين وجه الفتاة. ارمش بضع مرات. هل ترى صورة فتاة كاملة الألوان؟ إن لم ترها بعد، فجرب التحديق في الصورة السالبة لمدة أطول قليلاً. كما يمكنك الاقتراب أو الابتعاد عن الشاشة. يعمل هذا الوهم عندما يتم تحفيز العصي والمخاريط في العينين بشكل مفرط. الخلايا التي ترى الجزء الأغمق من الصورة هي الأقل تأثراً بذلك. عندما تشيح نظرك عنها، تكون استجابتها أقوى، وترى عكس الصورة الأصلية. يمكن لبعض الأوهام البصرية مزدوجة المعاني كشف الكثير عن شخصيتك. ماذا ترى هنا؟ إن رأيت صورة رجل، فأنت شخص واقعي وتأخذ الأشياء على ما هي عليه. تثق بالآخرين وتعتمد عليهم بسهولة في العمل وحياتك الشخصية، كما تختلط بسهولة مع الأشخاص الجدد. في حال لاحظت كلمة لاير أو كاذب، فأنت تبحث دائما عن الإيحاءات المخفية في كل شيء. لا تثق في الآخرين بسهولة، وحتى عندما تسير الأمور على نحو جيد، تبحث دائما عن مفاجآت تعترض طريقك. كم عدد دببة الباندا التي تراها في هذه الصورة؟ إن رأيت 2 فقط، فأنت شخص طموح يركز على أهدافه. عندما تنفذ خطة، لا يمكن لأي شيء أن يبعدك عن مسارك. أنت صريح وتعبر دائما عن رأيك الصادق. في حال رأيت 5 دببة باندا، فأنت إنسان مبدع، دائما ما ترى التفاصيل الصغيرة التي قد لا يلاحظها الآخرون. يأتيك الإلهام عندما لا تتوقعه، حتى من الأحداث اليومية العادية. ماذا ترى في الصورة؟ هل ترى عينا كبيرة على الأرض؟ أنت شخص مستقر يشعر بالرضا عن حياته. لديك منزل وعمل وأماكن تفضلها، ولن تتخلى عن هذه الراحة لخوض مسار جديد مجهول. إن رأيت منظرا طبيعيا مع هوية خضراء عميقة أو فوهة بركان، فأنت تواق للمغامرات. أنت متحمس لاستكشاف العالم، وأكبر مخاوفك هو الاستقرار وانعدام فرص السفر. لننتقل إلى الوهم التالي. إن رأيت وجه فتاة صغيرة هنا، فأنت عاطفي وشاعري. تشتاق لشخص أو شيء يمنحك السعادة ولا تستطيع نسيانه. حاول أن تؤمن بأن الأفضل قادم لا محالة. هل ترى شابا يحدق في منظر طبيعي؟
أنت على مفترق طرق في حياتك، تعرف أنك بحاجة إلى إجراء بعض التغييرات لتشعر بسعادة أكبر، لكنك لا تعرف من أين تبدأ. كل الأبواب مفتوحة وما عليك سوى أخذ الخطوة الأولى الصعبة. هذا الوهم البصري شائك. إن بدا لك كمنظر طبيعي مع فارس، فأنت شخص يميل إلى الانفتاح أكثر من الانطوائية. تستمتع بأوقات انفرادك، لكنك تحتاج في الغالب إلى رفقة الآخرين. أنت شخص مرح وسهل العشرة ومبدع في العمل الجماعي. إن رأيت ذئبا في الصورة، فأنت شخص يميل إلى الانطوائية أكثر من الانفتاحية. تشعر بالراحة بمفردك ولا تخشى الاستماع إلى نفسك. لا تخاف من المسؤولية، وتفضل أن يعزى لك فضل كل إنجازاتك.